السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غنديروا اخر بارتيا ديال لو شابيتر 10 ديال لو رومو لا بواطا ميرفيد احمد الصفريوي. من وراء هذا الفيديو ان شاء الله اللي غنسالي فيه الشرح ديال لو شابيتر 10، تسناو الفيديو اللي غندير فيه لي كيسيون اللي معلقين بهذا لو شابيتر. نبداو على بركه الله البارتيا فين وقفنا. قبل ندير واحد التذكير، شفنا ان سيدي محمد ملي كانوا خارجين من عند داك سيدي العرافي شاف واحد السيد اللي كيبيع الرمان. داك الرمان باقي ما طايف، بقى مسمر قدامه باش لاله زبيده تشري ليه شي رمانه، وهي قالت لي لا ما غاديش نشريها لك واخا ما عرفتش شنو، واخا دير جدوره قدام داك السيد. المهم جا راسو بقات غاده بيه شويه، بقى كيبكي. من بعد بانت لي شي حاجه، بان لي واحد الحفل ولا شي حاجه في الشارع، نسى البكا ديالو، نسى داكشي اصلا اللي كان كيبكي على قبلو، وبقى غادي كيشطح حتى وصل للدار ديال الشوافه. ما مير نو سوفلا مو ا نو فوازين دو لا فيزيت كو نو زافيون فيت ا سيدي العرافي. ماما ما قالت حتى كلمه للجارات ديالنا على الزياره اللي درنا لسيدي العرافي. نو زابيتيو افيك اون شوافه، حنا راه ساكنين مع الشوافه. نورمالمون ما مير اوغي دو لا كونسولتي اون برومي ليو. في الاصل ماما كان عليها تمشي تزور هاد الشوافه هادي، في الاصل تمشي تشوف شواف واحد اخر، داكشي علاش ما قالتش ليهم فين كانت الام ديال سيدي محمد. مي انا في اوكين كونفيونس اون سي طالون، ني الام ديالي ما كانتش كتيق في المهارات والقدرات ديال الشوافه لاله كنزه، داكشي علاش ما بغاتش تمشي عندهم، مشات عند واحد اخر غريب. جيتي باسيت مون دو سون نافيت، انا كنت متفق معاها نوعا ما في هاد الشيء هذا اللي كتفكر فيه. لي براتيك دو كنزا لا برينسيبال لوكاتير غولوفي دو دومين ديمونياك، هاد الشيء هذا اللي كدير لاله كنزا، يعني دوك الطقوس اللي كدير لاله كنزا، يعني كتخدم هي مع جنون بزاف. ال ايتي كومبليكي، وداكشي ديالها معقد. اكزيجي اون ميزون سيل، كيبغي دار ليه طقوس، يعني لاله عايشه كدير طقوس الا بغات تحقق الرغبات لدوك الناس اللي كيجيو عندها. او تريني ا دو ملتيبل ديبونس، وخاصها بزاف ديال النفقات، يعني خص بنادم يخسر الفلوس الا بغى يجي عند لاله كنزه. نو نيتيو با اسي ريش بور نو بيرميتر دو غاسبي دو لارجون ا نو بروكوري دي بارفان اغريابل او نارين دي جنون. قالك حنا اصلا ما لاباش علينا باش غنبداو نبدلو في الفلوس ديالنا باش نشمو ولا باش نحصلو على دوك العطور والروائح باش نطربو بها دوك النيوف ديال دوك جنون. اجوتي ا توت سي كونسيديراسيون لا مافيونس دو ما مير لا بور دو فوار سي بوفر سكري دو فولغي. قالك نزيدو على هادشي كامل، ان الشوافه كتغلي ولا خاصك تخسر الفلوس بزاف الا بغيتي دير لك داكشي اللي بغات. قالك نضيفو على هادشي كامله ان الام ديالي خايفه ان مثلا دوك الاسرار ديولها انها تفشى وتضيع. بيرسون دون لا ميزون نيغي نوتر سيتياسيون، حتى واحد في الدار يعني ما كيجهل الحاله اللي حنا فيها، يعني الحاله الماديه اللي حنا فيها. ما مير بورتون سيماجيني لو كونترير، ماما بوحدها اللي كيبان ليها العكس، يعني كيبان ليها ان حتى واحد ما فخبارو الازمه الماليه اللي كندوزو منها. ال راكونتا كونو نو زيتيون روندو افيك لاله عيشه دون ان كارتيني دو لا فيل. قالت لهم بينا مشينا مع لاله عيشه لواحد الزنقه ولا واحد الشارع اللي بعيد بزاف على المدينه. انو بوفي با نو ريان راكونتي، ميمكنش ليها ما تقول حتى شي حاجه مادام هي خرجات ودات مع سيدي محمد. الا مشات لشي بلاصه والعيالات تاع دار الشوافه غيسولوها، ميمكنش ما غاديش تجاوبهم جواباتهم ولا ني كذبات عليهم. مي ال ايفيتا توت ان ديسكريكسيون اون بريتوندون كو نو زيتيون بارتي فير ان بيليريناج او سانكتيير دو لا في. وحاولت انها يعني تهرب من اي سؤال غيسولو ليها، وقالت لهم بان مشينا نزورو واحد الولي صالح ديال واحد المدينه ديال المدينه ديالنا. ما سونتي ليكزيجي لي غوميد اوما غيست انيفيكاس سي نو سون با سانكتيفي بار لي زيفلوف سبيرتوغيل دي زون دو ديو. يعني دوك الوصفات اللي كدير سيدي محمد يعني بقاو ما عطاوش الفعاليه ديالهم، الا زعما الفعاليه ديالهم ما غادي تخدم الا بالزياره ديال دوك الاضرحه وديال الرجال ديال الله الاولياء الصالحين. لولون دوماندو نوتخ سوغتي افيك لاله عيشه، ما مير مو في بار دو سون انتونسيون دو مو غاردي ا لا ميزون دوغون توت لابسونس دو مون بير. يعني في النهار الموالي من بعد ما مشينا مع لاله عيشه عند سيدي العرافي، ماما قالت لي على الرغبه ديالها انها غادي تخليني في الدار في الغياب ديال الاب ديالي، يعني المده ديال شهر كامل ما غاديش نمشي للمسيد، هادشي اللي قالت لي. ال انفوكادو سوليد غيزون، قالت لي جوج ديال الحجج اللي هما قويين.
شنو هما الاسباب اللي قالت لي؟ لا بروميير، السبب الاول جو نيتي بلو كان باكي دو، بلي انا غير واحد الحزمه ديال العظومه يعني ضعيف، اي مونتا غابولي لي كورس دو غروناد، والبشره ديالي كتشبه القشور ديال الرمان. لا سكوند، السبب الثاني ما ميغ سو سونتي دو بلوس اون بلوس سول، ماما كتحس براسها وحيده بزاف، ما بريزونس لوي فوزي اوبلي سي مالوغ، الحضور ديالي غيعاونها باش تنسى الاحزان ديالها. Autant pour se distraire qu'ou pour attendrir les scènes de la ville sur notre sort, ma mère décida de m'emmener chaque semaine prise sous la coupole d'un saint, يعني الأم ديالي باش تخفف نخفوا على الراس ديالي من المعاناة وهذه، الأم ديالي قررت أننا غنزوروا جميع الأولياء الصالحين ديال المدينة ديال فاس كل سيمانة، خاصة مثلا بواحد الولي صالح، وغادي نمشيو نصليو تحت ديك القبة ديالو ديال هذا الولي الصالح. Notre vieille foison de tombe qui abrite les restes de Shurfa, l'Madina ديالنا فيها بزاف ديال القبور ديال البقايا ديال الشرفه، دو شيف دو كونفريري، الرؤساء ديال دوك المجموعات، دو بيو ليجيسلاتور او كان لا فوا بوبولير ركوني دي بوفوار، وبزاف ديال الناس اللي زعما كيعرفوا بينهم وبين الله، الناس تقيين كيخافوا الله، مؤمنين اللي كيخرجوا قوانين واللي الايمان ديالهم معروف عند الناس كاملين. Chaque cent ans a son jour de visite particulière. كل ولي صالح عنده النهار ديال الزياره ديالو. لو لاندي بور سيدي احمد بن يحيى، يعني نهار اثنين كيمشيو يزورو هاد سيدي احمد بن يحيى. لو ماردي بور سيدي علي دياب، لو ميركودي بور سيدي علي بوغالب، اكسيتيرا، يعني كل نهار مثلا ميمكنش لك مثلا نهار اثنين تمشي تزور اي ولي صالح، لا نهار اثنين خاص واحد الولي صالح. Tout cela, je le savais, gâchis, en arfo, tout le monde le savait, gâchis, arfino, trouvions simple, qui j'y n'ai pas de chise, naturel, tabiri, harmonieux, munsejim, maraso, parfaitement sage, ce que nous, zonstre, avait établi, yani, hâchis, yada, li kanou ki dirou n'es, li kanou sabqina, jdoudna, kanou ki imchi, utnin, adada, tlet, adada, bqat, yada, yani, ki j'y n'ai pas de chise, adi, machi, gri. Personne ne se serait avisé d'en rire, t'as واحد ما يقدر يتجرا على ويضحك على بحال هاد الشيء هذا. Les jours avaient un sens, الايام عندهم معنى. Pour moi, بالنسبه ليا, il possède même une couleur, وبالنسبه ليا انا حتى الايام عندهم الوان. Le lundi s'assoyait dans mon imagination au gris clair, quelque tenir في الخيال ديالي هو واحد اللون ديالو اللي هو رمادي بارد. Le mardi, نهار ثلاث, au gris foncé, رمادي غامق. Un peu fumeux, li kishbeh loun diel dukhan. Le mercredi brillait d'un éclat doré comme un soir d'automne, ou nhar l'arba, yani bhal kibqa ilma bloun liwa dhabi. Le jeudi froid et bleu contrastait avec le jaune rutulant du vendredi, ou nhar l'khmis, ou nhar diel loun diel, ou nhar berud, ou loun diel ozraq. وعنده علاقه ديال تعاكس تناقض مع الاصفر ديال الاصفر اللامع ديال نهار الجمعه. لا بالور دو سامودي انونسي لو فير تريونفون دو ديمونش، الشحابه ديال نهار السبت كتعلمنا بالخضر، داك الخضر الفاتح ديال نهار الحد. Je n'avais jamais entretenu personne de ces découvertes، عمرني ما دويت مع شي حد على هاد الاكتشافات ديالي. Si j'avais été femme, كنت مرا. Si j'avais été riche, كنت لباس عليا. J'aurais porté chaque jour une robe de la couleur qui convenait. كتغلبس كل نهار غادي نلبس اللون ديال داك النهار اللي عندي انا. يعني سيدي محمد قال كنت انا مرا ولباس عليا مثلا نهار اثنين غادي نلبس داك اللون ديال اثنين اللي هو الغري كلير اللي هو رمادي بارد. يعني كون كان مرا غيبدا يلبس كل نهار يلبس لي اللون اللي عنده في الدماغ ديالو. ما في او نوغي ايتي بلو بيل، وكانت الحياه ديالي غتكون زوينه بزاف، بلو ايكيليبري ومتوازنه بزاف، بلو اوروز وفريحه وسعيده بزاف. مي جو نيتي با فام، وليني انا ماشي مرا. اينو نيتيون كاغيش، وما عمرنا ما كنا لاباس علينا، سيغتو دوبوي لو ديبار دو مون بير، يعني خصوصا من وراء الذهاب ديال الاب ديالي. مام ميغ فوزي اون كويزين ماغرم، يعني ماما مكطيبش بزاف، ميلي دو لا فارين دورج او بان دو فرومون، كانت كدير الخبز الخبز ديال القمح مقرص بالشعير. الغي موا كضحك غير شويه، نو راكونتي بلو ديستواغ، مكتبقاتش كتعاود بزاف ديال الحكايات. إن نو غيستي لي لونغ بخومونات كو نو فوزون بور نو روندغ ديفيغ سونكتيير دو او تخوا فوا باغ سومان، بقاو لينا غير دوك النزوهات اللي كنا كنخرجوا فيهم باش كنمشيو نزورو الاولياء الصالحين 3
3 2 fois يعني جوج حتى ثلاثه ديال المرات في السيمانه. نو فورميليون لي ميم بلانت. انا وماما كنا كنقولوا نفس الشكاوي يعني ملي كيمشيو يزوروا الاضرحه كيبقاو يقولوا نفس الشكاوي. دومونديون لا رياليزاسيون دي ميم فو كنا كنطلبوا يتحقق لنا نفس الامنيات. نو فيرسيون توجور لي ميم لارم انديجونت كنا كنطيحوا نفس الدموع يعني دموع قليله كنا كنبكيو انا والام ديالي. اي نو ريبارتيون فير نوتر دومور كنمشيو نرجعوا للمنزل ديالنا. سي فيزيت مو فاتيغي هاد الزيارات هادو كانوا كيعيوني. جو نو بوفي با رفوزي دي بارتيسيبي ما يمكنش ليا انني نرفض هاد الزيارات هادي ولا نرفض انني نمشي مع الام ديالي لهاد الاولياء الصالحين. La présence d'un enfant rendait les hommes de Dieu plus attentifs et plus favorables. يعني إلى مشى درس غير مع الناس اللي باغين يطلبوا باغا تحقق لهم شي حاجة. يعني دوك الأولياء الصالحين زعما كيكونوا كيتصنتوا لهم وكيحقوا لهم كيكونوا أكثر انتباه لهم وكيحقوا لهم زعما داك الشيء اللي جاو عليه. Un matin, nous nous préparons pour sortir. واحد الصباح كنا كنوجدوا باش نخرجوا لشي ولي صالح. كون كالكان فخابا على بورت دو لا ميزون ملي شي واحد بدا كيدق في الباب الرئيسي ديال دار شويفا. إل دوموندا سي سيتي بيان لا كابيتي المعلم عبد السلام وبدا شي واحد الراجل كيسول واش هنا فين ساكن المعلم عبد السلام لو تيسورون الصانع ديال الأتواب. لي فوازين لوي غيبونديغ باغ لافيرماتيف الجارات ديالنا جاوبو بإجابة قالو لي إيه. كنزة لا شويفا أبو لا ماميغ كنزة شويفا عيطات على الأم ديالي. زبيدة زبيدة كالكان فو دوموند زبيدة قالت لها شي واحد كيسول عليك. غنخلي لكم في لي كومونتير وفي صندوق الوصف اللين ديال واحد الامتحان اللي خدمت فيه هاد البارتي هادي ديال لو شابيتر 10. ماميغ افي ناتوغالمون تو اونتوندو ديجا ماما اصلا كانت سمعات كلشي يعني بعفوية. إل افي با لي صافي وجهها الصفار إل غيستي أو سونتر دو لا بيس بقات وسط داك البيت ديالنا أون مان سوغ لا بواترين ودايرة إيدها على الصدر ديالها تخلعات. سون برونونسي ان مو بلا ما تقول حتى شي كلمه كي بوفي بيان نو دوموندي شكون غي كيسول علينا شكون بغينا. ايتي سو ان ميساجي دو بون اوغور واش هذا شي مرسول ولا شي فعل ديال الخير او لو بورتور دو موفيز نوفيل ولا شي واحد اللي جايب لينا واحد الخبر اللي هي خايبه. بو اترو ان كريونسيي كومون بير افي اوبليي دو نو سينيالي يقدر يكون شي واحد اللي كان كيتسال باب الفلوس ونسى اننا نسى انه يقولها لينا قبل ما يمشي. La petite somme d'argent que mon père nous avait laissée avant son départ avait fondu. داك المبلغ ديال الفلوس اللي خلى لينا الاب ديالي ديك البركه ديال الفلوس اللي خلى لينا باش نصرفوا بها قبل ما يمشي صافي دابت ما بقاتش. لي كالكو فرون كي نو ريستي ايتي ديستيني على شا دو شاربون ودوك الفلوس اللي بقاو عندنا الفلوس القلال دوك الفرانك القلال اللي بقاو عندنا يعني مديرين باش غيبقاو باش نشريو بهم ولا مخصصين باش نشريو بهم الفاخر. اوفا ما مي ريبوندي دون فوا كي تخومبلي ليجيرمون اخيرا الام ديالي جاوبات على تعيطات ديال الشوافه وهي جاوباتها بواحد الصوت اللي كيترعب. Si quelqu'un désire voir mon mari, dis-lui je te prie qu'il est absent. قالت ليها قولي لي لا شي واحد كيسول على الزوج ديالي قولي ليه راه ما كاينش. كنزا في لا كوميسيون ا هوت فوا الان كوني كي اتوندي ديغيغ لا بورت دو لا ميزون يعني لالا كنزا الشوافة عاودات نفس الهضره اللي قالت ليها لالا زبيدة عاودات لذاك لان كوني داك الشخص اللي ما الغريب الغير المعروف اللي كاين ورا الباب. ان فاغ ميغميغ لوي في ايكو واحد الهمسات اللي دارت في الدار يعني واخا داوي بشويه تسمعات. كنزا بلان دو بون فولونتي نو لو تخادويزي اون سي تيرم وكنزا وهي زعما متحمسه عاودات تاني نفس الهضره اللي قال لها داك السيد لان كوني عاودات بغات تقولها لزبيده بهاد الكلمات هادي. زبيدة ستون فيان دو لا كومبان إي تابوغ دي بون نوفيل دو المعلم عبد السلام. قالت لها زبيدة هاد الراجل هذا راه جاي من البادية راه جايب لك خبار على المعلم عبد السلام. إيل دي أكالكان شوز أتو غوميتخ قالت لها راه قال باغي يعطيك شي حاجة خصو راه باغي يماطي لك شي حاجة. ماما غوبخي كوراج ماما عاود تشجعات أن سوغيغ أوليمينا سا فاس وواحد الإبتسامة ضوات ليها الوجه ديالها. سي إكزاكتومون سو كو جو بونسي ديتال قالت لي هادشي نيت لي كنت أنا متوقعة أو سو بريسيبيتون فيغ ليسكالي وهي هابطة كتسرع في الدروج. إل ديسوندي لي مونش أتوت أيوغ وهي هابطة في الدروج وكتزرب بزاف. بوغ لا بخوميييغ فوا دو ما في لأول مرة في الحياة ديالي جو لا فوايي كوغيغ كنشوف الأم ديالي كتجاي. جو لا سويفي تبعتها
je ne pouvais pas espérer la gagner de vitesse. Ma كنتش كنتوقع انني ما غنقدر زعما نربح الام ديالي في هذه السابقه في الدروج. Quand j'arrivais dans le couloir d'entrée, ma mère discutait déjà avec l'entrebâillement de la porte avec un personnage invisible. مني وصلت انا لذاك الكولوار ديك المرح لقيت الام ديالي ديجا كدوي يعني باديه في الهضره مع من ذاك الفتحه ديال الباب مع ذاك الشخص لانفيزيبل اللي ما كيبانش لسيدي محمد ذاك الشخص الغريب. لومبغ ديزي دون فوا رود ذاك الشخص اللي كاين في الظلام قال واحد الصوت اللي هو داير il va bien راه هو مزيان il travaille beaucoup راه كيخدم بزاف اي مي تو سون ارجون دو كوتي وركاع الفلوس اللي كيربح كيديرهم جانبا. Il veut dire de ne pas vous inquiéter à son sujet, il est complètement tout comme vous chez lui. Il m'a donné ceci pour vous, عطاني هادشي هذا على قبلكم. Je ne voyais pas ce que remettait à ma mère par la fente de la porte. ما عرفتش انا هاد الانفيزيبل هاد الشخص هذا اللي جا كيدوي مع الام ديالي ما عرفتش شنو عطاها من ديك الفتحه ديال الباب. ما هي محلاش عليه الباب كامل حلا غير شويه وداويه معاه. داكشي علاش ما طالي هذا داكشي اللي صيفط لها المعلم عبد السلام وما بانش لسيدي محمد. Ma mère retrouve ça le bas de sa robe et sera précieusement dans ses plis le trésor que lui remettait l'inconnu. Ma mère dit que le casseau de la ou le dakshi qui est dans sa kaftan de la zéjou, je vais mettre dans le dakshi qui est là, cette seed là. Vous allez regarder les mizir, mais je ne vais pas le faire. Il y a encore ceci de la voix, les mazel baqi hachi haki. C'est tout, ça fait hachi likin. Je quitte la ville demain matin, je vais aller en khoui le medina gda fsbah. Je verrai le معلم عبد السلام دي مون اريفي او دوار ملي غنرجع للدوار فين خدام المعلم عبد السلام غادي نشوفو ملي غنرجع. كو دوا جوي دير دو طاباغ اش بغيتي نقول ليه من عندكم زعما اش باغا شنو باغا توصلي للمعلم عبد السلام نتيا دي لوي كو سيدي محمد بابوكم يقول لي راه سيدي محمد ولا مزيان ولا بخير لو جديو الحمد لله سا سونتي لان كيتي بوكو يعني الصحه ديال سيدي محمد كانت خالعه المعلم عبد السلام بزاف. Je m'en vais, انا غادي ريستي اون بي يعني خليت لكم الراحه والسلام. لا بي تاكومباني ميساجي دو بون اوغور يعني الله الله يسلمك ولا الله يديك على خير ولا هذه هي المرسول ديال فعل الخير. لا بورت سو فيرما الباب تسد ديال دار شوافا ما ميغ ترافيرسا لو باسيو ماما دازت من المرح اي مونطا بريسيمون ليسكالي وطلعات يعني بالزربه في الدروج. Déjà les questions faisaient de toutes les chambres, regarde les chambres, regarde les yalettes, les sacs, les archouefas, qui est parfois les ilah, des chkounaoué, les jaj, je n'en ai pas, qui barini berg. Rahma se pencha à la fenêtre, Rahma katol men chargem diela. Kenza qui l'avait pris du puits, lâcha ses seaux et son savon. Kenza li kent kat sabben hdel bir, khalat stolto sabun ha. فاطمه بزويه ابوندونا سون غوي وفاطمه بزويه حتى هي سمحات ديك الاله ديال الخياطه ديالها توت انتيروجي على فوا ما مير سور لا سونتي دو مون بير كلشي سول ماما دقه وحده على الصحه ديال الاب ديالي سور سون نوفو ترافاي وعلى العمل ديالو الجديد سور لوندغوا او يل سو تروفي وتا على البلاصه فين هو خدام دابا. مي مام مي ريبوندي بار دي مو فاغ وليني الام ديالي جاوباتهم بواحد الكلمات اللي هي غامضه suivi d'un cortège de formules de politesse وكملاتها يعني شكراتهم بواحد الموكب ديال العبارات ديال الادب. La curiosité de nos voisines se montrait tenace الفضول ديال الجارات ديالنا يعني تزادوا كثر. Elle désirait tout savoir ce que mon père nous avait envoyé كلهم بغاو يعرفوا اشنو صيفط لنا الاب ديالنا. Je sentais que ma mère tenait à les faire languir. وانا عرفت ماما عرفتها بغات بحال تفقصهم بغات تخليهم يتسناو ما بغاتش تقول لهم اشنو صيفط لها بالضبط. Quand j'arrivais dans notre chambre, مني انا طلعت للبيت ديالنا, je trouvais posé sur la petite table ronde une douzaine d'œufs. مني طلعت لقيت ماما حاطه على ديك الطابله الدايره ديالنا 12 بيضه. Un pot de terre ébréché plein de beurre, واحد الجبانية عامرة بالزبدة مشقة, أي une bouteille d'huile, واحد القرعة ديال الزيت, d'un brun sombre اللي هي اللون ديالها اسمر. Je regardais ma mère, بقيت كنشوف ماما, elle rayonnait de joie, يعني الوجه ديالها ضوب الفرح, ses yeux étaient remplis de larmes, والأعين ديالها عامرين بالدموع. Regarde, me dit-elle, قالت لي شوف ce que ton père nous a envoyé, شوف الاب ديالك صيفط لينا. Il ne nous a pas oublié, راه ما نساناش. Il est loin, هو بعيد, mais il est vivant sur nous, وني راه باقي زعما هاز لينا الهم.
il nous a même fait parvenir de l'argent. Regarde, regarde, قالت لي ومازال عطانا حتى صيفط لينا حتى الفلوس. Elle ouvrit la mahallat li ديالها, je vis trois pièces d'argent. شفت في يديها ثلاثه الشقفات تاع الفلوس. Jetez le reflet de clair dans l'une. وهاد الشقفات يعني كانوا كيعطيو مضوين بحال الضوء ديال القمر. Son monologue fut murmuré à mi-voix. هاد الكلام هذا اللي دار ما بيني وما بين الام ديالي كان غير بصوت ناقص. Mais les oreilles qui goûtaient cet instant surprirent le mot argent. ولكن العيالات كانوا طالقين ودنيهم ديال دار الشوافه ولقطوا من هذا الحوار ديالي انهم من الكلمه ديال فلوس. لو مو ماجيك فواياجا دون بوش على لوطخ. هاد الكلمه هادي السحريه اللي هي ديال الفلوس اللي سمعوها الجارات, ما سمعوش الحوار كامل, ما يسمعوا هاد الفلوس. بدات كتدور من فم, كتسافر من فم الى اخر. Nos voisines à demi satisfaites reprirent leur ouvrage. هاد الجارات ديالنا اللي ما كانوش واخا هكاك مرتاحات رجعوا للاعمال ديالهم. Elle savait fort bien que ma mère ne leur cacherait pas longtemps sa bonne fortune. كانوا متيقنين ان الام ديالي ما غتخزنش عليهم لمده طويله زعما هاد الثروه ديالها. Moi je pensais surtout à notre promenade. انا كنت كنفكر بزاف ديك النزهه اللي كنا غادي نخرجوا, ديك الخرجه اللي كانوا غيمشيو يزوروا فيها الوالي صالح. كي باريسي تري كومبريز اللي ولات مهدده ما بقيناش غادي نمشيو. Je ne la regrettais pas, انا ما ندمش وما حش بالندم. La gaieté de ma mère, le farah ديال مي والسرور ديالها يعني وصلني. Tu se mis à chanter en moi et autour de moi. كلشي ولا كيشطح في الداخل ديالي وداير بيا. Nous sommes riches, ولينا لاباس علينا, ولينا لاباس علينا, ولينا اغنياء. Répétais-je pour moi-même, انا بقيت كنعاود راسي هذه الجمله هذه كنقول ولينا اغنياء. Une semaine auparavant, يعني اسبوع قبل, je n'osais même pas penser à l'étendue de notre pauvreté, ما كنتش كنقدر نفكر في الدرجه ديال الفقر ديالنا. La misère habitait nos murs, يعني البؤس والفقر كان ساكن لنا في الحيوط ديالنا. Suintait du plafond imprégné de son odeur jusqu'à notre linge, يعني لاصق بحال كنقولوا الفقر لاصق لنا في السقف ديالنا واصله ريحته حتى للحوايج ديالنا. Le messager invisible assure juste ce matin dans notre existence. هاد المرسول غير المرئي يعني جا هاد الصباح هذا جا فاجئنا. إلى باليي نو كرانت, يعني بحال كنقولوا شطب ولا صيق, المهم شطب وحيد لينا كاع دوك الأفكار والمخاوف ديالنا السيئة. Nos appréhensions, nos inquiétudes ou le calac d'Yenna. Nous pouvions, ma mère et moi, faire confiance à notre bonne étoile et patienter. Maman et moi, nous pouvons nous dire que nous sommes heureux. Sidi Mohamed, va jouer sur la terrasse si cela te fait plaisir, me dit ma mère. Maman m'a dit, si Sidi Mohamed l'a fait, il a dit que tu as dit que tu as fait. Aujourd'hui, j'ai trop à faire pour te conduire sur la tombe de Sidi Ali Mzali. اليوم عندي بزاف ما يدار, ما بقيناش غادي نمشيو نزورو هاد سيدي علي مزالي. Nous irons s'il plaît à Dieu, غادي نمشيو الا بغى الله ان شاء الله. La semaine prochaine, السيمانه الجايه, ou l'une des semaines à venir, ولا وحده من السيمانات الجايين. Je n'avais nulle envie de monter sur la terrasse, ما كانتش عندي اصلا الرغبه انني, ما كنتش حامل انني نطلع للسطح. Le soleil d'un blanc métallique, الشمس كانت فيها واحد البياض بحال ديال الفلوس ديال الصرف يعني معدني. La transformer en هاد الشمس هادي يعني بحال تحولات لواحد النار اللي هي حاره. Je me penchai à notre fenêtre, تحنيت طليت من الشرجم ديال الدار البيت ديالنا. كنزا لافي توجور بخي دو بوي, كنزا باقا كاينه حدا البير. لو شا دو زينب تيغاسي باغ لا شالور, هاد القط ديال زينب يعني سخفات والحراره. دورمي دون زان كوان دو باسيو ايطوندو تو سون لون, يعني مجبد ومتكي على الطول ديالو في داك المرح. جونطوندي ما مير بارلي ا فاطمة بزوية سوغ لو بالي, سمعت الام ديالي داوية مع فاطمة بزوية في داك الملتقى ديال الدروج. فاطمة لا رومارسي, فاطمة شكراتها. فوزي دي فو بوغ نوتر بروسبيريتي, وتمنات لها زعما ان هاد الازدهار وهاد الحياة الزوينة اللي كنعيشو تبقى. Le dialogue avec Rahma, que ma mère allait trouver dans sa chambre, dira plus longtemps. Ou maman, من بعد هبطت عند رحمة اللي كاينه في البروميي ايطاج للبيت ديالها, وهاد الحوار ديالها طول اكثر من فاطمه بزويه.
Ce fut enfin le tour de la chouafa, ou même après avoir maman عند chouafa, elle s'enferma avec ma mère dans la grande pièce de réception, c'était elle et maman في داك البيت اللي كتستقبل فيه الشوافه الكليان ديالها. Leur conversation se termina tard dans la matinée où le حوار ديالهم طول بزاف وسالم عطر في داك الصباح. Sur la table ronde, il ne restait plus que 6 œufs. فديك الطابله الدايره ديالنا بقاو غير 6 ديال البيضات، يعني ماما دارت على الجارات كانوا 12 بيضه، كل جاره عطاتها جوج ديال البيضات. Ma mère avait partagé équitablement avec une voisine. ماما يعني قسمت داكشي بعدل مع الجارات، كل وحده عطاتها جوج بيضات. J'adorais les œufs, انا كنحماق على البيض. Leur vue me faisait saliver abondamment. غير شوفها فيهم كتخلي الريوق يدوزو. Avant de préparer le repas, maman قبل ما توجد لنا الفطور, ma mère monta sur la terrasse, طلعت للسطح. Je l'entendis bavarder avec la négresse qui habitait une maison mitoyenne. وماما سمعتها كتوشوش وكت المهم كترتر مع واحد الجاره اللي سمره وشعرها حرش اللي كاينه في الجوار ديالنا. Le soir, tout le quartier savait qu'un messager était venu du lointain. كومباني كلشي في المساء غيسيق الخبر ان واحد المرسول جا عندنا من واحد العروبيه شارجي دو ريشيس ديفيرس كي نو زيتي ديسيني جايب لينا بزاف ديال الحوايج اللي زعما صيفط لينا الاب ديالنا يعني الثروات وكاع داكشي اللي صيفط لينا بابا. للعشاء اريفا الان بروفيست للعشاء جات بلا ما تعلم. Je ne m'en étonnais pas, mais je ne m'en étonnais pas. Sa présence était pour moi liée à toutes les manifestations familiales. يعني الحضور ديالها مرتبط دائما بكاع داكشي المناسبات العائليه ديالنا. Notre joie, الفرح ديالنا, surtout celle de ما مير وبالضبط الفرح ديال الام ديالي, ne serait pas complète, ما غاديش يكمل si elle ne la partageait pas avec sa vieille amie. يعني الام ديالي ما غاتكملش الفرحه ديالها الا ما قسمتهاش مع الصديقه ديالها القديمه. ما مير سوطا دو متر لا طابل, ماما بدات كتزرب باش توجد الطابله. ال ساكريفيا لي سيزو فضحات دوك 6 البيضات اللي باقين نو لي مونجام بغويه وكلينا دوك 6 البيضات كليناهم مسلوقين انا وماما ولالا عيشة. durant le repas اثناء الفطور ديالنا اثناء الوجبه ديالنا elle raconta en détail l'événement du jour. عودات الام ديالي لالا زبيده عودات لالا عيشة الصديقه ديالها يعني كاع الاحداث بلي ديتاي ديال اليوم ديال داك الصباح. elle décrivit le physique de l'envoyé de mon père. بدات كتعاود كتوصف الهيئه الجسديه ديال داك الشخص اللي يرسل الاب ديالي. Elle l'avait à peine aperçu dans l'ombre, chef de rire, bizzis, vdak d'lam, ou bdak kato safi. Parla de sa surprise, ou bdak kato doué le moufage à l'idée de l'éha, de ses appréhensions, remercia Dieu de ses dons. Yanni bkat kato aoud l'éha ala dok l'makhaouif li kano adda, ou talbet, ou chakrat l'a ala l'ataye dialo, ala l'ni'am dialo, et le pria avec ferveur de veiller sur. Ses humbles serviteurs dont nous étions les plus humbles ou talbat Allah يعني رعى الخدام ديالو اللي هما زعما العبيد ديالو اللي حنا تحنا منهم. اي توا دوموندات-il على العيشه كومون فون تي زافير وقالت لها انتيا كيفاش غادا الامور ديالك. لونجا ديو لونجا ديو الحمد لله الحمد لله. Viens demain me voir j'ai غدا باش تشوفيني. Je te réserve une surprise راني موجده لك واحد المفاجاه. Ce petit coton mari soit revenu à la maison. واش راجلك رجع للدار حيت كيف شفنا ان راجل لالا عيشه سيدي العربي ولا مولاي العربي العلوي خلاها تزوج بلا في دو كوافور وخا هكاك ما طلقهاش. Il en prend le chemin épais cher les souffrances qu'il m'a infligées. قالت لها راه واش الطريق باش يجي وراه غادي وخلص المعاناه اللي دوز عليا ولا داكشي اللي دوز عليا راه كيخلص فيه يعني مزيان. Mais viens demain matin, on est d'arrivée. J'ai regardé que les affaires. Tu y en seras bien plus long. Gardez à l'avenir les détails. Maintenant, il faut que je te quitte. D'abord, ce n'est pas si. Je suis passé juste pour te demander de venir demain. Rani distrait. Je n'ai le mec. Enaki. Douze et un dix. D'abord, ce soir. La Aïcha se leva, s'enveloppa dans son hic et se dirigea vers l'escalier.
لا اللي عايشه جمعات الوقفه ديالها ولاحت عليها الحيك عاود قادات الحيك ديالها ومشات باش تهبط من الدروج. وهكذا غنكونوا كملنا لو شابيتخو 10 اخيرا. تسناو الفيديو ديال لي كيسيون ديالو ابخي غندوزو نشرحو لو شابيتخو 11 ان شاء الله. ما بقاش لينا بزاف ما تبخلوش عليا بجيم بارطاج 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 مع الاصدقاء ديالكم ودعوه للاب ديالي بالرحمه والمغفره وجميع الاباء ديال المسلمين واللي عنده شي اب ولا شي ام باقي حدا يتهلا فيه والله يسمح لينا من الوالدين.